فضيلة الشيخ سائل يقول: هل صحيح أن الشيخ رحمه الله كان يفتي بالخروج مع جماعة التبليغ إلى أن توفاه الله؟ وهل هذه الجماعة قامت بتزوير فتاواه السابقة في هذه الجماعة؟ لا هذا ولا ذاك. الشيخ عبد العزيز نيته طيبة ويأخذ بأقوال الناس الذين يثق بهم، فكان من تلاميذه ومن المحيطين به ومن بعض المشايخ الذين جاءوا يزكونهم، فقالوا: هدى الله على أيديهم ناسا كثيرين، وهو منهج أهل السنة والجماعة، فزكاهم الشيخ على هذا الأساس، على هذه التزكيات. ولكن لما جاءه من يخبره، وأنا من الناس الذي أرسلني في مهمة إلى النيبال وقال: مر الهند ومر مساجدهم هؤلاء، فأخذت من الدعاة اللي هناك من الهنود أنفسهم من أثق به، وجئنا ولا يعرفون من نقول، ودخلت معهم في مسجد من مساجدهم الذي يجتمعون فيه، فرأيت بعض الناس يخرجون من مكان إلى مكان إلى مقبرة جنبهم، فسألت اللي معي هندي من أهل السنة من أهل الحديث، قلت: ماذا؟ قال: هذا ما يخفونه، أوريك إياه بعد قليل. أما بعضهم فيخرج للدخان، والدخان معصية، لكن الأهم إذا خرجنا الحين أوريك إياه الآن، هؤلاء يخرجون إلى قبر بجوار المسجد ويقدمون له القرابين ويتمسحون به، وبعضهم وفعلا رأينا منهم من يعمل الشموع، فإذا هم لهم وجهين، وجها إلى جور المملكة بدل كتابهم اللي هو آيات نصابي أو كذا بهذا الاسم أو نصاب كتاب، هذا للهنود هناك والبنغلاديشيين، وعندنا اللي جو هنا صار كتابهم رياض الصالحين، وهكذا الوجهين من ناس الكتب. فالشيخ رحمة الله عليه وثق بهؤلاء، ولما كثر الكلام من الناس اللي يروحون وشاهدوا عندهم وأنا من ضمن الذين راحوا، ولس وحدي بل راح كثيرين جدا، يعني الشيخ ما يطمع إلى واحد واثنين ولا حاضر ولا شيء أخذه على عجل، تبين له أنهم عندهم تعلق بالقبور ويخفون هذا على من يأتي إليهم من عند المملكة حتى يجمعوا التبرعات وحتى يظهروا وجههم الحسن. وهذه أيضا التزكية مرت على الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه، فخدع بها الشيخ محمد بن إبراهيم بوجههم الذي عرفوه عنه، وخدع بهم الشيخ عبد العزيز. لكن آخر الأمر عند الشيخ عبد العزيز، قال لي وأنا أقرأ عليه فتاوى في هذا كلها، أخذها من يدي ومزقها بيده، لكن ما مزقت من الصور للصور الآن بآلات التصوير العديدة، وقال: لا يصلح عني في جماعة التبليغ إلا ما نشر في مجلة الدعوة، وقد وضعناه في الجزء الثامن من فتاوى. هذا الإصحاب، وخلاصته أنه لا يصح أن يخرج معهم إلا من عنده علم لعله يؤثر فيهم لا يتأثر بهم. هذا هو رأي الشيخ.